ناقد فنان زيه زي الفنان زي الخالق، فنان خالق، انه ناقد خالق. النقد لما بيبقى يا نقد ناضج بيوضع في مستوى الاعمال الادبيه، يعني ثلاث ارباع النقاد المشهورين المعروفين كتبهم بتقارن بالروائيين، بكتب الروائيين وكتب القصصيين. ده لما يكون النقد يصل الى مرحله نضج كامل، بيبقى النقد زيه زي في المستوى الفني لا يقل عن مستوى الروايه او القصه. انما لما بيبقى نقد دارج طبعا ما بيوصلش الى هذا المستوى. فالناقد مفتقد في حياتنا الادبيه وحياتنا الفنيه، ويمكن ده مرجعه كمان مش عارف يعني هل العصر اللي احنا بنتضاءل، يعني هو في نظريه بتقول ان احنا بنسير من عصور العمل الى عصور الاقزام، ودي نظريه متشائمه جدا. انا رايي لا، يعني كان في عندنا نقاد كبار وعمالقه في المراحل اللي فاتت، دلوقتي ما تقدرش تحكم على ان في نقد املاك ولا ما فيش، لان الحياه خاطفه وسريعه وما بتعش الفرصه لان النقد يثبت اقدامه تثبيت نهائي. والفنون متغيره ومتشابكه ومترابطه، يعني النهارده ما تقدرش تيجي تقول لي في نقد اتخصص في الروايه بس او نقد اتخصص في الشعر بس. النقد بتلاقيه بيجمع بين الروايه والقصه والشعر والمسرح، لان الفنون تعددت. انما نقد متخصص بالدرجه الاولى، وبعدين هذا التخصص يديله العملاقه المفروض يبقى ياخدها، يعني ده لغايه دلوقتي مش موجود.